أضعف 10 جيوش في العالم. صنف Global Firepower العالمية جيوش الأقوى في العالم لعام 2022، وجاء ترتيب جيوش الأضعف في العالم بوتان، حلت في المركز الأخير بالقائمة، حيث تمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب8000 شخص، كما أنها لا تمتلك سوى طائرتين فقط و27 عربة مدرعة. كوسوفو جاءت في المركز 139 بالقائمة، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب3500 شخص فقط، وتمتلك 152 عربة مدرعة، ولا تمتلك قواتها العسكرية أي طائرات. الصومال احتلت المرتبة 138 عالمياً، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب17500 شخص، كما أنها لا تمتلك أي طائرات، وتتمثل قواتها البرية ب65 عربة مدرعة. ليبيريا حلت في المركز 137 عالمياً، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب2000 شخص، كما أنها لا تمتلك أي طائرات، وتتمثل قواتها البرية في 50 عربة مدرعة. سيراليون جاءت في المركز 136 بالقائمة، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب9000 شخص، كما أنها تمتلك 4 طائرات هليكوبتر، بينها 2 للمهام الهجومية، فيما تتمثل قواتها البرية في 20 عربة مدرعة. سورينام جاءت في المركز 135 بالقائمة، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب1800 شخص، وهو ما يعني إمكانية غزوها بفوج عسكري واحد فقط، وتتكون قواتها الجوية من 3 طائرات هليكوبتر، فيما تتمثل قواتها البرية في 100 عربة مدرعة. مقدونيا الشمالية جاءت في المركز 134 وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر في 7500 شخص، وتتكون قواتها الجوية من 20 طائرة، وعشرة منها هليكوبتر، وعشرة أخرى للتدريب، بما تمتلك قواتها 10 دبابات، و228 مركبة مدرعة، و11 راجمة للصواريخ. أفريقيا الوسطى تحتل المركز 133 في القائمة، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب10000 شخص، وتتكون قواتها الجوية من 3 طائرات بواقع طائرتي نقل، وأخرى هليكوبتر، فيما تمتلك قواتها البرية 3 دبابات و89 مركبة مدرعة. بنما حلت في المركز 132 بالقائمة، حيث لا تمتلك بنما أي قوة عسكرية بشرية، وذلك رغم تعداد سكانها ما يقارب 4 ملايين نسمة، وتتكون قواتها الجوية من 39 طائرة تتنوع ما بين النقل والهليكوبتر والتدريب والمهام الخاصة، فيما تمتلك قواتها البرية 50 مركبة مدرعة. الجبل الأسود تحتل المركز 131 في القائمة، وتمتلك قوة عسكرية عاملة تقدر ب2000 شخص، وتتكون قواتها الجوية من 11 طائرة هليكوبتر، فيما تمتلك قواتها البرية 100 مركبة مدرعة و18 راجمة للصواريخ.